في أحد تعليقات محبي فريق كوينز بارك رينجرز تكلم عن النادي وسره مع اللاعبين المغاربة الذين يتقنون المراوغات العالمية، فقال لهم ماذا يحدث لكوينز بارك رينجرز واكتشافه للاعبين كعادل طارابت في البداية والآن إلياس شاعر. اللاعب صغير في السن مواليد سنة 1997 صنع اسما كبير له، طول تاعه 1.58 متر والوزن تاعه 53 كيلوغرام. هذا ما يخلي إلياس شاعر مع اللاعبين قصار القامة، ولكن سترون كيف يبدع إلياس شاعر. على حسب خبرتي وعلى حسب ما أرى أنه لعب كل مكان قامته قصيرة كل مكان إبداعاته التقنية تكون عالية بزاف. هاو لاعب إلياس شاعر حاضر بقوة أعزائي المشاهدين. طبيعة الحال هاو الهدف هو اللي سجل هدف هذا اللاعب. يعني قلت لكم الدوري الإنجليزي سواء كان في الدرجة الأولى ولا الدرجة الثانية ولا حتى درجة الرابعة ولا الثالثة، يعني فيها فرق كبيرة ومنافسة كبيرة شرسة. شوف الكنترول والفعالية الهجومية حاضرة. إلياس شاعر بسم الله ما شاء الله عليه، صغير في السن أعزائي المشاهدين، يكبرني شهرين فقط، كبير علي بشهرين فقط لأنه من مواليد شهر أكتوبر هو وأنا من مواليد ديسمبر سنة 1997. إمكانياته ستتطور بشكل كبير جدا لأنه صغير في السن، 23 سنة شهر أكتوبر يكون 24 سنة. يعني مازال شوف 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 أولولو. شفتوا كيفاش مر بين اللاعبين إلياس شاعر شحال يعني الله الأول. أوكي عنده كنترول في الكرة يعني غير عادي مقارنة بالسن تاعو. وليكن في علمكم أنه اللاعب لما يكون صغير يتطور سنة بعد سنة، يعني يزيد يتطور لعبه أداء ومراوغاته سنة بعد سنة، والخبرة تاعو بطبيعة الحال اللي تساعده شاعر تلعب كما يريد بالمدافع. هذه اللي قلت لكم عليها. يعني شوف 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 راح في مهب الرياح المدافع. شوف شوف اللقطة شوف لا 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 لا. هذه الحاجة اللي نقولها لكم أعزائي المشاهدين، صدقوني أن كرة القدم غريبة جدا. اليوم أنت تلعب في الدرجة الثالثة، أولولو هدف جميل، وبإمكانك أنك تلعب يعني بعد غد ولا الشهر القادم ضد أحسن لاعب في العالم اللي كنت تحلم أنك تلعب معه. لذلك أي لاعب في كرة قدم سواء كنت يعني محترف أو أماتور نقول لك بلي راك تلعب في أحسن رياضة في العالم. ركز فقط ودعي الله عز وجل أنه يوفقك. إلياس شاعر انطلاقة ممتازة، المرة الأول والثاني والثالث، والحكم يعطي الأفضلية، التمريرة ممتازة. يا شاعر يا شاعر كنترول يعني في الكرة والثقة في النفس. شوف الاسترجاع أيضا، هذه الحاجة اللي خلات الناخب الوطني المغربي يستدعي اللاعب إلياس شاعر. شوف 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 برغم الضغوطات، خطأ برغم الضغوطات إلا أنه يتمكن من التحكم في الكرة. شوف شاعر روح يا ولدي، هذا من مواليد دولة بلجيكا إلياس شاعر، وقال لهم باللي يعني فرحت فرحة كبيرة جدا لما تلقيت استدعاء المنتخب المغربي، وقال لهم كنت بالدموع. لأنه بطبيعة الحال نقول لكم واحد الحاجة خوتي، بالنسبة للمغتربين سواء كانوا جزائريين ولا مغاربة دائما نقولها هذه، إنهم يحبون بلدهم أكثر من الناس اللي عايشين في البلد تاعهم. يعني على بالي بلي أشخاص متفاوتة ونسبة الحب متفاوتة، ولكن يعني أنا عشت في الغربة وشفتهم كيفاش يعني يدافعوا على بلادهم بواحد الطريقة ويحبوا بلادهم سواء جزائريين ولا مغاربة، عندهم واحد لافيرتي يتوحشوا البلاد. وهذا هو الحاجة اللي تتجسد ولا تتجسد المقولة الشهيرة اللي يقول لك باللي دائما الإنسان يحب الحاجة اللي راه بعيد عليه ولا الحاجة اللي هو فقدها، وهما فقدين الوطن الأم تاعهم. يا إلياس يا شاعر أطربتنا بهذه القوافي الجميلة من المراوغات في وسط الميدان. يا وسط الميدان يتلاعب به كما يريد. شوف 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 اللاعب كيفاش راح بإمكانه أنه يلعب على الأجنحة، وبإمكانه أنه يلعب على يعني استرجاع الكرات وبناء الهجمات. شوف المراوغات هنا 1-2 باصات قصير في القامة أعزائي المشاهدين، والقصر هذا كي راني نشوف المراوغات ما حسيتوش كاع مأثر يا إلياس شاعر. ومع العلم أنه في الدوري الإنجليزي يعني طول قامة اللاعبين والبنية الجسمانية كبيرة يعني كما هو معروف، ولكن برغم ذلك إلياس شاعر كما تشاهدون يلعب ويتلاعب. قبل إلياس شاعر كان عادل طارابت هو من يصنع الحدث. شوف الهدف الجميل يا إلياس يا شاعر، قلت لكم أن عادل طارابت هو من كان يصنع الحدث بمراوغاته الكبيرة والجميلة.
واليوم إلياس الشاعر هو الخليفة عادل تعرف مع العلم أنه ما زال يبدع ويقدم ويتفنن ويقدم أداء كبير جدا في كل المحافل الكروية. أولو 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 يا الشاعر يا الشاعر يا الشاعر لقد أطربتنا يا حبيب الملايين. شوف بين ثلاث لاعبين عادي نو بانيك برو نو بانيك برو. لو كان كان لاعب ماشي محضر بدنيا لو كان كان لاعب هنا في هذه اللقطة مثلا نحللوها خوتي خواتاتي يحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة لاعبين. لو كان لاعب ماشي مكون يعني بطريقة يتخليه يكون في برودة أعصاب وما عندوش هذيك سون فروا يعني دخلة في دمه شوف هنا يتبانيكا يعني هنا في وسط لاعبين شوف في وسط لاعبين عادي يتبانيكا. ثلاثة لاعبين محاصرين ولكن شوف التعامل تاعو مع الكرة شوف التعامل تاعو مع الكرة كيفاش يكون شوف شوف اوب شوف إلياس الشاعر ارواح اوكي خلاص انتهت المهمة تغيير الجناح وهذا هو كرة القدم اللي نسموه فيها السهلة الممتنعة أعزائي المشاهدين انك تروح للمساحة الفارغة تعرف تستغل المساحة الفارغة وتخرج مساحات ضيقة. إلياس يسترجع إلياس ينطلق من جديد وخطأ سيدي الحكم وبطاقة صفراء هذه مستهلة مستحقة في قانون كرة القدم هذه بطاقة صفراء مستهلة مستحقة لأنه استهدف شوف حاول يدل الجسر ضيق ولكن الشاعر يسترجع ويعاود يمر بين ثلاث لاعبين. قلت لكم أنه لما تكون هدف المدافع وتستهدف عفوا قدم المدافع تستهدف قدم المهاجم فهذا خطأ يعني لا شك فيه وبطاقة صفراء لا غبار عليها. ولولو شوف هذه اللقطة أنا وشوف ركز معايا هذا المتابعين شوف يصفق يعني الجزء الضيق ماشي كل يوم تشوفه خاصة في تلك المنطقة. هاو الشاعر 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 الملحون ولولو لا 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 شوف كيف طاحوا المدافعين لقطة الموسم هذه أعزائي المشاهدين شوف 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 الشاعر انطلق شوف لاعبان طوال في القامة بنية مورفولوجية كبيرة بزاف كما تشاهدان يعني مقارنة مع إلياس الشاعر متر وثمانية وخمسين يعني شوف سقوطهما الحر أعزائي المشاهدين أمام إلياس الشاعر. يا إلياس الكرة نا انطلاقة سريعة من جديد المراوغم الأول والثاني والوان تو ما كملهاش معه السرعة في الأداء وتغطية الكرة وحسن التصرف والذكاء يعني هذا كلها مميزات هذا اللاعب على حسب ما راه بسم الله ما شاء الله برودة في العصب أيضا أنا أشوفها حاضرة بقوة الشعر با 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 يعني باش توصل يستدعيك ناخب وطني منتخب وطني يعني هذا فو يا شعر هذا إن كان فسيكون يعني دلالة على إمكانياتك الكبيرة اللي تقدمها بمستوى ثابت لأنه لما تقدم مباراة واحدة مليحة ومن بعد تقدم 60 مباراة ماشي مليحة يعني ما تستاهلش أنك تستدعى. أوه يا الشاعر راح الشاعر أطربنا في هذا الفيديو أعزائي المشاهدين بسم الله ما شاء الله عليه اكتشف هذا الفيديو إلياس الشاعر راح 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 يا ولدي راح يور يورر أسيست خرافي أعزائي المشاهدين. في نهاية هذا الفيديو أشكركم اللي شفتوا معي الأخير إلياس الشاعر يعني لاعب مستقدم حديثا للمنتخب الوطني المغربي فمبروك يعني هذه الدعوة لأنه دعوة المنتخب الوطني هو أمر كبير في حياة لاعب وفي الكاريير تاع لاعب كرة القدم وفي نفس الوقت إلياس الشاعر راح يكون يعني عرضة للكاميرات وراح يكون يعني مسلط عليها الأضواء ممكن أن تكون هذه الخطوة انتقالية من النادي اللي يلعب فيه حاليا إلى أحد الأندية الكبيرة اللي تعرف كيفاش تستغل المهارات تاعو. نعطيكم يعني حكاية قصة قصيرة فقط بخصوص اللاعب رياض محرز رياض محرز اللي كامل نعرفوه رياض محرز لما استدعاه المدرب وحيد حالي لوزيتش في أول استقدام كان رياض محرز مقعد في التوش يعني كان مقعد في دكة البدلاء مع المنتخب الوطني الجزائري بلغم الإمكانيات اللي كانت عنده وقعد في دكة البدلاء لفترة طويلة من الزمن مع المنتخب الوطني الجزائري ولكن يعني احترافيته وعقليته تاع يعني اللاعب المحترف خلاته يصبر. اليوم راكم تشوفوا وين وصل يعني أصبح قطعة لا تتجزأ من المنتخب الوطني الجزائري ونفس الحكاية بالنسبة العديد من اللاعبين سواء في المنتخب الوطني الجزائري ولا في المنتخب المغربي. لذلك نصيحتي لكل لاعبين شبان امنوا باحلامكم لانكم في احسن رياضه في العالم. اليوم راكم معايا تفرجوا على اكبر اللاعبين غدا ممكن تكونوا تلعبوا معهم وانا اللي نتفرج عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.